Border Jungle. كثيرا أعزائي الطلاب والطالبات عن فيروس كورونا، فما هي أعراض الإصابة بهذا المرض؟ المريض بالفيروس سيشعر في البداية بحمى عادية، ستتطور إلى التهاب في الأنف والحلق مع سيلان واحتقان، إضافة إلى آلام في الحنجرة والعضلات مصحوبة بعطاس وسعال مع صداع في الرأس، وقد يصاب بإسهال في بعض الحالات. وعند تقدم الحالة يصاب المريض بفشل تنفسي يؤدي إلى الوفاة لا قدر الله. ما هي وسائل انتقال هذا المرض؟ تلوث الأيدي، الرذاذ التنفسي الحاصل من عطاس المريض، اللمس المباشر لسوائل وإفرازات المريض. كيف نقي أنفسنا من هذا المرض؟ المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة خصوصا بعد السعال أو العطاس. تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد مباشرة. لبس الكمامات في أماكن التجمعات العامة. استخدام المنديل عند السعال والعطاس ثم غسل اليدين جيدا. عند عدم وجود المنديل حال العطس فيستخدم كم الثوب أعلى الذراع وليس اليدين. احرص على تهوية الأماكن المغلقة والفصول الدراسية بفتح النوافذ وتشغيل مراوح التهوية. عزيزي الطالب، كن حذرا من مخالطة المصاب مباشرة ولا تشاركه في أدواته الخاصة، فالوقاية خير من ألف علاج. نسعى لتعزيز صحة الجيل ووقاية المجتمع المدرسي. اضغط سبسكرايب لتشاهد المزيد.